بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لدروس الجغرافيا للصف السابع، هناخد النهاردة درس بتاعنا بيتكلم عن الثروة السمكية والمعدنية في ليبيا. وقبل بصراحة ما ادخل الدرس، انا ليا يعني تعليق صغير. الخريطة ثم الخريطة ثم الخريطة ثم الخريطة. الخريطة سهلة، التوزيع بيجي فيها اسهل. انت الخريطة بتاعتك حدودها بين يعني كل يعني خريطة مفصلة، ما فيش فيها أي شغل، ما فيش فيها سواء شغل داخلي أو خارجي. فبالتالي أنت مجرد ما رسمت الحدود خلاص كده عرفت خريطة بلدك ماشية ازاي، وعليها انت جوه هتعرف توزع ازاي. وده اكتر سؤال بيجي في الامتحان، وعليه كمان درجات اكبر، عشان معظمنا لأول ما بنيجي سؤال الخريطة لا بنخاف وبنقفل منه. لا، مفيش فيه اي خوف. مجرد ما انت اتعودت، ايدك اتعودت على رسمة الخريطة، عرفت الحدود فين، عرفت اهم المواقع او التزمت بالخرائط اللي موجودة في الكتاب. وهم السمستر دوت تقريبا 3 أو 4 خرائط بكتير اللي عليك، اللي هتعرف يعني اللي عليك فيها توزيع. اهمها الخريطة بتاعت الدرس بتاع النهاردة، اللي هي المواني البترولية او اللي تخص ايه الثروة المعدنية. طيب نمسك اول نقطة، الثروة البحرية. الثروة البحرية يعني الحاجات اللي بتطلع من البحر. وبما ان ساحل البحر المتوسط بيطل على ليبيا بمساحة 2000 كيلومتر زي ما خدناها السمستر الاولاني، فبالتالي انا عندي مساحة كبيرة هطلع من قلب ساحل، من هطلع من قلب البحر المتوسط دوت حاجات كتير. فانا بطلع من البحر المتوسط حاجتين، بطلع اسماك، وحاجة تانية اسمها الاسفنج، كائن تاني اسمه الاسفنج. بالنسبة للأسماك، لا حصر لها أشكال وألوان وأحجام مختلفة، سواء أسماك بيضة، أسماك ملونة، أسماك القرش، التونة أو الطن زي ما أنتم ما بتقولوا. فلا حصر للأسماك موجودة في ساحل البحر المتوسط. الإسفنج بقى هو اللي عليه شغل شوية. حيوان الإسفنج ده عبارة عن إيه؟ حيوان الإسفنج ده عبارة عن يعني هو منه حيوان بيكون ملصق في أعماق البحر، تمام، وبيبقى شكله شوية شبه الإسفنج. بيدخل كمان في صناعة الخزف والزجاج. يبقى تاني، الاسفنج عبارة عن حيوان شبه النبات، موجود فين؟ في أعماق البحار، بيدخل في صناعة الخزف والزجاج، وكمان بيدخل في الفخار، صناعة الفخار والمرشحات اللي بتكون موجودة، أو اللي معظمنا اللي معظم المصانع اللي بتكون موجود عليها اللي هي المرشحات الصناعية. يبقى موجود بيستخدم في الخزف، زجاج، فخار ومرشحات صناعية. طيب موجود فين؟ موجود في الزويتينة، موجود في الزويتينة، سوري، موجود في الزويدينة ودربانة وخليج بومبا. دي الأماكن اللي بيكون موجود فيها الإسفنج. طيب نمسك بعد كده الثروة المعدنية. الثروة المعدنية عندي بتتقسم لي حاجتين، نفط ومعادن. هنمسك أول نقطة عندنا وهي النفط. النفط اللي هو البترول.
اكتشفنا البترول في ليبيا سنة 1957. أول اكتشاف للبترول سنة 1957، حقل زليتن جنوب خليج سرت. بعد كده بدأت الاكتشافات في ليبيا لحد ما وصلنا في سنة 1976، اكتشفنا 200 مليون برميل سنة 1976، 200 مليون برميل. ده بجانب طبعا الاحتياطي، غير المخزون الاحتياطي اللي موجود في ليبيا اللي بيقدر بحوالي 100 ألف برميل. طيب الحقول عندي بقسمها لقسمين، حقول في الغرب وحقول في الشرق. الحقول الغربية زي الباهي، الحقول الشرقية زي زلتن أو زليتن زي ما بتنطقوها. طيب عموما أهمية النفط، كل الاكتشافات بكل الأبار والبراميل اللي بتطلع دي أكيد ليها أهمية. أهمية النفط إيه؟ النفط لأي دولة عبارة عن عملة صعبة، ومش أي عملة صعبة، ده اقتصاد البلد بيقوم على النفط. في بعض البلدان زي ليبيا وزي العراق وزي السعودية، معظم البلدان العربية يعني بيقوم اقتصادها على النفط، فبالتالي تيجي أهمية النفط في إن هو مصدر للدخل الأجنبي، بالتحديد الدخل الأجنبي. كمان عندنا إن هو مصدر للطاقة، أنا من النفط دوت بطلع منه مشتقات كتير، بطلع منه البنزين بتاع العربيات، ده مصدر من مصادر الطاقة. فبالتالي برضو من مميزات من أهمية النفط هو ان هو من مصادر الطاقة. المادة الخام لبعض الصناعات زي الأسمدة والمبيدات الحشرية. الأسمدة الكيماوية دي بتستخرج معظمها من النفط. أنا ببدأ أن أنا بعمل عملية تكرير للنفط أو بعمل عملية تكرير للبترول وبخرج منه مشتقات، سواء مشتقات سائلة أو مشتقات صلبة زي المبيدات الحشرية والأسمدة. وقلنا طبعا أن هو مصدر هام للنفط الأجنبي. كمان الأيدي العاملة، ما هو اللي هيطلع البترول مش هيطلع لوحده، لا ده حفارات وبرمات ومواني وناس شغالة ودوريات وكل دوت أيدي عاملة، فبالتالي كمان مصدر لتوفير الأيدي العاملة. يبقى أنا عندي أهمية النفط أربع نقط. النقطة الأولانية مصدر للطاقة، النقطة الثانية مصدر للدخل الأجنبي، النقطة الثالثة بيدخل في صناعة المبيدات الحشرية والأسمدة، وآخر نقطة بيتيح عندي فرصة للأيدي العاملة أو للعمالة. طيب مميزات النفط، مميزات النفط، أول نقطة عندي النفط الليبي موجود بوفرة
في الأراضي الليبية، سواء داخل ليبيا في الصحراء أو على الساحل، ساحل البحر المتوسط. فأنا مش كمان عندي، مش عندي بس إنتاج كمان، لا ده أنا عندي إنتاج واحتياطي. الاحتياطي دوت اللي هو يعني لو لا قدر الله المخزون بتاعي بدأ يقل، فأنا عندي فيه مخزون احتياطي علشان الدنيا يعني ما توقفش، سواء في الصناعات أو في اللي هي مصادر الطاقة. فعندي في ليبيا في مخزون أساسي واحتياطي من النفط. كمان بيساهم في التجارة الخارجية، ليبيا بتتاجر بينها وما بين باقي البلدان بالبترول، بترول طالع وبترول وفلوس داخلة. كمان فاتح أسواق عالمية، أنا من خلال النفط دوت، أنا يعني من خلال النفط أنا بفتح زي فروع كده لكل في كل بلد علشان أبدأ أن أنا أصدر للبترول. كمان انخفاض تكاليف، انخفاض تكلفة نقله للأسواق العالمية، وده كمان بيساعد على أن أنا زي شبه أن أنا يعني مش توفير، ولكن لما أن أنا أنقله بصورة أقل ده كمان هيوفر لي أنا كدولة في مصادر الدخل بتاعتي. آخر نقطة، النقطة اللي قبل الأخيرة أنا أسفة، النفط الليبي لما بيطلع سواء من داخل ليبيا أو من الساحل، من ساحل البحر المتوسط أو من قلب البحر المتوسط يعني بالتحديد، ما بيكونش فيه شوائب، بيكون نفط نظيف، وده الحال زيه زي باقي الدول العربية، بيكون النفط بتاعها نفط نظيف بدون أي شوائب. آخر حاجة، وجود النفط بقرب من السطح ده بيساعد على تدفقه بشكل سهل وسريع. يبقى أنا عندي مميزات النفط برضو 6 نقط، نقولهم تاني الست نقط: بيفتح لي أسواق تجارية، بيساعد على بيقولنا بيفتح أسواق تجارية، الإنتاج بتاعي عندي فيه إنتاج سواء إنتاج أساسي أو احتياطي، فعندي مخزون وفي من الاتنين، بيساهم في التجارة الخارجية، قربه من الأسواق العالمية، وخصوصا إن احنا عارفين إن ليبيا قريبة من الأسواق الأوروبية العالمية. كمان في انخفاض في تكلفة، ده بيساعد في انخفاض تكلفة نقله من ليبيا للأسواق العالمية، النفط الليبي بدون شوائب، وكمان آخر حاجة النفط الليبي موجود على السطح، فبيكون سهل ان احنا نستخرجه. في عندي في صفحة 40 الخريطة رقم 4، دي مهمة جدا تحفظها شكلا وموضوعا، تحفظ الرسمة وتحفظ التوزيعات اللي عليها، التوزيعات اللي عليها اللي هي المواني النفطية جاي يعني جاية منين، طالعة من الحقل بتاع البترول جاي منين ورايح فين، سواء جوه من جوه ليبيا للبحر لسواحل البحر المتوسط والعكس صحيح. طيب النقطة اللي بعد كده الغاز، يبقى احنا اتكلمنا عن النفط، نيجي نتكلم عن الغاز. وطالما قلت نفط يبقى لازم اطلع غاز، الاتنين دايما بيطلعوا مع بعض. الفرق ان بنعمل عملية تكرير، ان احنا بنفصل او عملية فصل بين النفط والغاز، وده ليه استعمالاته وده ليه استعمالاته. سنة 1961 وصل عدد الحقول المستكشفة لحقول الغاز أو الإنتاج وصل إلى 18.2 مليون برميل. أول ما اكتشفنا الغاز كان سنة 1961، اكتشفنا أو أنتجنا 18.2 مليون برميل، لحد ما وصلنا لسنة 2010 بدأنا ننتج 1078 مليار مكعب من الغاز.
والأرقام اللي موجودة عندك سواء السنة بالإنتاج بيجي لي فيها السؤال، يا إما عبارة عن أكمل صح وغلط أو اختار، يا إما يجيب لك السنة أنتجنا قد إيه، يا إما يجيب لك الإنتاج كان سنة كام. طيب لما أجي بقى أنقل سواء الغاز أو سواء البترول، هنقله في إيه؟ هنقله عن طريق حاجتين. بنقله من خلال خطوط الأنابيب. خطوط الأنابيب ديت أو الأنابيب ديت بعملها إزاي؟ الأنابيب ديت بتطلع لي من منطقة الإنتاج اللي هي الحقل ذات نفسه لحاجة اسمها الصهاريج. بتطلع لي من مكان ما انا بنتج، من مكان الحقل بتاع البترول، مكان ما انا بطلع لحد الصهاريج. بعد كده بيطلع لي من الصهاريج للناقلات البترولية. من الصهاريج يبدأ بقى نحطه برضو نمشيه في انابيب كده اللي هي بنقول عليها خطوط الانتاج، بتبدأ ان هي نوزعها على الناقلات البترولية، ومن الناقلات البترولية بتبدأ ان هي تتوزع على الأسواق العالمية. ده بالنسبة للغاز، بالنسبة للنفط والغاز. طيب الأسئلة بتاعتي بتاعت الواجب. الواجب بتاعي بما تفسر أهمية النفط الليبي. ليه النفط الليبي بتاعي مهم؟ وهنستنى أي تعليق أو أي كومنت ليكو سواء على صفحة المدرسة على الفيسبوك أو على تويتر، ومع تمنياتنا بالتوفيق.